السيد الرئيس أعلن عن قراره محاطاً بقادة المؤسسات المدنية والعسكرية الأهم في البلد، وهذه أيضاً إشارة هامة، ميساج، رسالة، التوافق. نعم، أن الرجل أخذ وقته في التفكير لو طون دو ريفليكسيون، ثم أخذ الوقت في التشاور لو طون دو كونسرتاسيون، ثم أخذ وقتا في التقييم لو طون ديفالوي هذا الخطوة هذه، ثم حين أراد أن يخرجها شكلا أخرجها طبعا، وهو القرار سيد السيد الرئيس، ولكن محاطا بقيادات البلد لكي يقول بأن هذا القرار طبعا الهام لا شك في ذلك، غير الطبيعي وغير العادي، هذا قرار نتج عن مشاركة لكل مؤسسات البلد، بمعنى أنه قرار دولة لديه حساباته، سنرى فيما بعد ما هي هذه الحسابات، ولكن أعتقد أن هذا الأمر هو الذي فاجأ أولا الخصوم الذين كما قلت كانوا يروجون لشيء في اتجاه آخر، ويبدو أنهم وقعوا الآن في وضعية تسلل واضحة تماما، وأيضا كما جاء اليوم في تحليل لورقية وكالة الأنباء الجزائرية، حتى ربما للمساندين للسيد الرئيس أيضا، على أساس أنه يعني تنازل عن جزء من عهدته لأجل كما قلت أشياء سأعود لي